بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دائما في إطار سلسلة التعلم عن بعد، سأقدم لكم اليوم تمرين مع التصحيح في درس معادلة مستقيم، بالضبط كيف نحدد واسط أو معادلة واسط قطعة. تمرين: حدد معادلة مستقيم D واسط القطعة AB، علما أن A معرفة بناقص 4 7 و B معرفة ب6 ناقص 1. حل التمرين: قبل الإجابة عن التمرين، لابد من معرفة تعريف واسط قطعة، فهو عبارة عن مستقيم عمودي على القطعة، ويمر من منتصفها، بمعنى يمر من منتصف القطعة AB. هذا الشكل D لا يمثل واسط AB، بل تنقص هنا عدة معطيات: التعامد والترميز، الترميز الخاص بالمسافة. سنضع E منتصف القطعة AB، إذن EA يساوي EB، والمستقيم D فهو عمودي على القطعة أو حامل القطعة AB. لنحدد أولا إحداثية E منتصف القطعة AB. E أفصولها هو جمع الأفصولين على 2، وأرتوبها جمع الأرتوبين على 2 حسب التعريف. بعد الحساب نجد E معرفة بواحد 3، بمعنى أن إحداثية المنتصف قد حصلنا عليهما 1 3. نمر الآن إلى المرحلة الموالية، تحديد الميل. تحديد ميل المستقيم، فرق الأرتوبين على فرق الأفصولين بالترتيب. بعد التعويض نجد ناقص 8/10، بعد الاختزال نجد ناقص 4/5، وبالتالي في الميل أصبح هو ناقص 4/5. بما أن ميل AB هو ناقص 4/5 و AB و D متعامدان، إذن لدينا بطريقة غير مباشرة ميل المستقيم D هو مقلوب مقابل ميل المستقيم AB، بمعنى 5/4. ومنه فالمعادلة المختصرة للمستقيم D أصبحت تكتب على شكل 5/4x زائد B. 5/4 فهو الميل، لا تنسوا ذلك. سنعوض الآن x و y بإحداثيتي E التي هي منتصف القطعة AB. سنعوض x بواحد و y بثلاثة، فنحصل على معادلة مكونة من مجهول واحد هو P. سنحل هذه المعادلة، 3 يساوي 5/4 زائد P. سنحول 5/4 في الجهة الأخرى وأوحد المقام الذي هو 4، سأحسب أجد 7/4. وبالتالي فالمعادلة المختصرة للواسط تكتب على شكل y يساوي 5/4x زائد 7/4. شكرا على انتباهكم.